العقيدة الصهيونية فقدت بريقها بسبب الهجرة المعاكسة. أجبر اليهود على القدوم إلى إسرائيل من خلال بعث موجات رعب في عدد من دول العالم. العامل المحرك الأساسي المساعد على هجرة اليهود هي الدول الاستعمارية الغربية التي تعتبر بقاء إسرائيل مصلحة أساسية لها. العرب هم الوحيدون القادرون على انتشال اليهود من مهاوي الردى التي وضعتهم بها الحركة الصهيونية والإمبريالية العالمية. حل المشكلة اليهودية يتمثل بالمال لتمويل ترحيل هؤلاء من فلسطين. هذا ما خط بقلم الرئيس. في كتاب مطلوب كارين هايسود عربي للكاتب السيد الرئيس محمود عباس، تناول أهم أفكار الرواد الأوائل والمؤسسين لمشروع الحركة الصهيونية والذين عملوا على تطبيقه على أرض الواقع فيما بعد. تطرق الكتاب في بدايته لشخصية تعتبر تاريخية للحركة الصهيونية، ألا وهي شخصية ثيودور هرتزل، والذي يعتبر حسب الحركة الصهيونية نبيها ومؤسسها الأول. كتاب الدولة اليهودية الذي كتبه هرتزل نفسه يعد دستور الحركة الصهيونية وتوراتها وتلمودها. هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية ويعتبر بالنسبة للإسرائيليين نبي الحركة الصهيونية ونبي شعب إسرائيل المعاصر بهذا المعنى. هرتزل هو الذي صنع من فكرة الهجرة مبدأ الحركة الصهيونية، بمعنى هو الذي ربط الحركة الصهيونية بالهجرة إلى فلسطين. هرتزل صاحب هذا المشروع الاستعماري وصاحب هذه الرؤية بتجميع اليهود في العالم ليكونوا في فلسطين وإنشاء كيان لهم. طبعا لم تنشأ هذه الفكرة عند هرتزل وحسب، بل كانت بالأساس هي فكرة استعمارية لدى الدول الاستعمارية آنذاك وعلى رأسها بريطانيا. وبالتالي هرتزل عندما رأت فيه بريطانيا هذه النزعة ساعدته وقدمت له كل الإمكانيات لتكريس أو لتسييد هذه الفكرة. طبعا أرض الميعاد، شعب الله المختار، أيضا الهجرة وتجميع اليهود، وأن أرض الأحلام، وأن هنالك تمثيل واحد لما سمي بالشعب اليهودي، وهذا طبعا مناقض لكل المبادئ وقوانين العلوم السياسية، لأنه لا يمكن للدين أن يصبح قومية بأي شكل من الأشكال. تناول كتاب الدولة اليهودية أفكارا متعددة لإقامة الدولة اليهودية المنشودة، ومن تلك الأفكار ضرورة إقامة منظمتين أساسيتين هما الجمعية اليهودية والشركة اليهودية، بحيث تكون العلاقة ما بينهما تكاملية، أي أن ما تقوم بدراسته الجمعية اليهودية على المستويين الثقافي والسياسي تنفذه الشركة اليهودية على أرض الواقع. تطرق هرتزل لمهام هاتين المؤسستين أيضا في موضوع تهجير اليهود ونقلهم إلى فلسطين، بشرط ألا تتم تلك الهجرات بصورة جماعية أو مباغتة، بل بصورة تدريجية. كما يجب أن تمتد تلك الهجرات على مراحل خلال عشرات السنين، وأن تشمل في البداية اليهود الأشد فقرا ليكونوا سببا في إحياء الأرض في البلاد الجديدة. إذن هرتزل
هو صاحب فكرة إنشاء كيان لي العالم، ولكن لما يخفى ولن يخفى على أحد بأن هذا الكيان كان بمثابة قاعدة استعمارية للدول الاستعمارية الكبرى، بدأ بتكريسها أيام الانتداب البريطاني وأيام ما كانت بريطانيا العظمى هي الدولة الاستعمارية المسيطرة على العالم، ثم بعد ذلك سقط المشروع الصهيوني في أحضان الإدارات الأمريكية المتتالية بعد الظهور القوي للولايات المتحدة الأمريكية. هرتزل في كتابه اعتبر أن اليهود الذين يعلنون انتصارهم لأفكاره في إقامة دولة يهودية سيلتفون حول الجمعية اليهودية ويشاركونها نشاطاتها، وهذا سينعكس على قوة الجمعية لتكون مصدرا للتخاطب الرسمي مع حكومات العالم باسم اليهود، وبالتالي ستصبح قوة سياسية دستورية. هرتزل اعتبر وبأنه وفي هذه الحالة ستصبح الدولة اليهودية قائمة عندما تعلن الدول المختلفة استعدادها منح الشعب اليهودي السيادة على أرض، أي أرض لا تعود لأحد. أفكار هرتزل هذه حسب الكتاب تبنتها فيما بعد الوكالة اليهودية، والتي تولت مهمة تنفيذها من خلال تشكيل أهم ذراعين للمؤتمر الصهيوني، هما كيرن كييميت والكيرن هايسود. عنوان كتاب الرئيس مطلوب كيرن هايسود عربي، تناول صندوق الكيرن كييميت والذي أسس في كانون أول من عام 1901، والذي كان هدفه شراء وتطوير الأراضي بناء على قرار المؤتمر الصهيوني الخامس. كان مقر هذا الصندوق في البداية في فيينا في الفترة ما بين 1902 و1907، نقل فيما بعد إلى مدينة كولون الألمانية عام 1907، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى نقل لمدينة هاغ البولندية، ومن ثم لمدينة القدس عام 1922. هي الجمعية التي كانت تقوم بعملية نشر هذه الفكرة الصهيونية لدى اليهود في العالم. كيرن هايسود هي أيضا هي في الحقيقة جاءت على شكل شركة. كانت هذه الشركة تقوم بجمع الأموال من اليهود ومن غير اليهود أيضا، واستثمارها في تجسيد الروح بادئ الحركة الصهيونية التي هي، وهذا مهم جدا أن نربط هذا الأمر بأن الصهيونية كانت تعني الهجرة، وهذا ما استطاع الرئيس أبو مازن في كتبه العديدة أيضا أن يقدمه لكل من يريد أن يعرف كينونة هذا الكيان، هذه الدولة الاستعمارية الاحتلالية العنصرية في تل أبيب أو القائمة الآن على أرض فلسطين. وبالتالي هنا هذه الشركة كانت معنية باستثمار المال لشراء الأراضي في فلسطين لإقامة استثمارات فيها، ودفع كل تهجير اليهود من أوطانهم الأصلية إلى فلسطين. إذن هي الجمعية كانت لي من أجل نشر الفكرة، أما الكيرن هايسود فكانت لي كشركة وسجلت في كلمة سجلت في 1901 بعد المؤتمر الصهيوني الخامس، والأخرى الشركة كانت في 1920 وانتقلت سمي بصندوق القومي اليهودي أيضا لاستثمار كل هذه الأموال في شراء الأراضي. ومن بعد ذلك تطورت أعمال هذه الشركة أو كيرن هايسون
عندما دخلت الوكالة اليهودية وأصبحت العناصر الثلاثة الكايمت والهيسود والوكالة اليهودية هي الأذرع الحقيقية الفعالة للحركة الصهيونية. بعد إقامة دولة إسرائيل أصبحت مهمة الصندوق مختلفة، من شراء الأراضي إلى تشجيرها وتجفيف المستنقعات وتعبيد الطرق وتأمين العمل للقادمين الجدد. خلال فترة الخمسينيات قام الصندوق بتنفيذ عدة مشاريع إنمائية محلية، كما أنه في فترة الستينيات قام ببناء قرى النحال الحدودية. عام 1960 وقعت اتفاقية ما بين الصندوق القومي والحكومة الإسرائيلية نصت على تشكيل سلطة الأراضي الإسرائيلية لإدارة ممتلكات الحكومة والصندوق القومي. عين لهذه السلطة مجلس مكون من 7 أشخاص ممثلين عن الحكومة و6 أشخاص ممثلين للصندوق القومي. عام 67 بلغت ممتلكات الصندوق من الأراضي 2,549,000 دونم. جزء كبير من هذه الأراضي التي امتلكها الصندوق هي هبات قدمتها الحكومة البريطانية من الأملاك العامة، بالإضافة إلى أن تبرعات اليهود حول العالم لهذا الصندوق شكلت جزءا مهما من الميزانية. تناول الكتاب أيضا صندوق الكارن هايسود، وهو صندوق إعمار فلسطين أو الصندوق التأسيسي الذي أنشأه المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقد في لندن عام 1920 وسجل باعتباره شركة بريطانية محدودة مهمته السياسية هي جمع الأموال من الصهاينة وغير الصهاينة لتمويل مشروع الاستيطان في فلسطين، وكذلك وضع الأساس المتين لتأسيس الوطن القومي اليهودي وتشجيع المشاريع التجارية. خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين قام الصندوق بتمويل نشاطات الهجرة اليهودية والتعليم والإسكان وشراء الأسلحة والاستيطان الزراعي، وبفعل هذه النشاطات تم تأسيس وتطوير 820 قرية وبلدة استيطانية. أقام الصندوق مشاريع مثل بوتاس فلسطين وبنك إنجلو ومؤسسة أفيدار للإسكان وشركة العال للطيران. حسب الكتاب إن استعراض تاريخ هذين الصندوقين مهم بسبب الفكرة التي تقف وراءهما والتي يجب أن يستفيد منها الإنسان العربي في معركته ضد الحركة الصهيونية. إن النجاح الذي حققه صندوق كارن هايسود في تأمين المهاجرين والمهجرين للكيان الصهيوني وتأمين العمل المناسب لهم في فلسطين لا يعود هذا النجاح إلى بريق لمعان الحركة الصهيونية، وإنما بسبب الظروف القاهرة والاضطرارية والصعبة التي مر بها اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية ومنها المذابح النازية ضدهم. هذا بالإضافة إلى ما حققته إسرائيل من انتصارات في حروب عام 48 وعام 56 وعام 67 والتي ساهمت في زيادة الهجرة إلى إسرائيل. إلا أنه بسبب الصعوبات الاقتصادية والأمنية والتضخم وانخفاض سعر العملة الإسرائيلية وارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر السكن المناسب، هذه الأسباب جميعها جعلت اليهودية يفكر 1000 مرة قبل الهجرة إلى إسرائيل فيما بعد. حسب كتاب السيد الرئيس الدكتور محمود عباس حدث انخفاض كبير ومريع في نسبة القادمين لإسرائيل بناء على إحصائيات رسمية والتي أكدت ارتفاع نسبة المغادرين منها خاصة بعد حرب عام 73، حيث جرى نمط من الهروب الجماعي لليهود من إسرائيل، الأمر الذي دعا الكثير من زعماء الحركة الصهيونية إلى دق ناقوس الخطر. أورد الكتاب ما قاله وزير المالية الإسرائيلي السابق بيغال هوروفيتش، والذي اعتبر
أن عاملين يقفان خلف ما يسمى بالهجرة المضادة، وهما استسلام المهاجر للجانب المادي، فالمهاجر خلال فترة الخمسينيات كان يمتاز بعدم اهتمامه بهذا الجانب، على عكس المهاجر الذي وصل إسرائيل فيما بعد. والعامل الثاني هو الاختلال البنيوي في العقلية الإسرائيلية، أولئك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم رجالا غير عاديين تفاجأوا بالأمر الواقع المرير. عمليات تفجيرية في باريس، عمليات في التفجير أيضا في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، معظم دول أوروبا الشرقية تحديدا، استهدفت تجمعات كنص يهودية، استهدفت جمعيات يهودية، مراكز ثقافية أيضا يهودية. ليش بعد 73؟ لأنه بعد حرب 73 صار في عنا هجرة مع كثير، طبعا نتيجة الحرب. لكن ما ننسى أنه العمليات الفدائية اللي كانت منذ ما بعد 65 منذ العام 65 إلى حين 67 68، واشتدت بعد 68 العمليات الفدائية الفلسطينية في مرحلة الكفاح المسلح العمل الفدائي، هذه 5 سنوات من بعد 68 حتى 73 أيضا كان لم يشعر الإسرائيلي بأمان ولا في أي مكان من فلسطين المحتلة. فهذا هو جاء تحت إغراءات الأمن والأمان، وتحت إغراء أرض الميعاد وأرض الحلم وأرض السعادة، وأرض أيضا تحت إغراءات مالية. عندما بدأ يشعر هذا اليهودي بأنه بات تحت النيران وبات في خطر، وبدأ أيضا يشعر بهذا التمييز العنصري ما بين اليهودي الشرقي الآتي من الأقطار العربية والآتي أيضا من دول في منها أفريقية وفي منها أوروبا الشرقية، واليهودي الأشكنازي الآتي أيضا من أمريكا والآتي أيضا من أوروبا الغربية. هذا التمييز دفعه إلى الهجرة المعاكسة. وبالتالي عندما رأت الاستخبارات الإسرائيلية أن هذه الهجرة المعاكسة باتت تشكل خطرا كبيرا على كينونة المجتمع الإسرائيلي، وهنالك الكثير أيضا من في هذا الكتاب، كتاب الرئيس أبو مازن، الكثير من الشواهد على ذلك، بدأ هؤلاء يفكرون بالهجرة أو بدأوا فعلا يهاجرون. حسب الكتاب، فقدت العقيدة الصهيونية بريقها بسبب الهجرة المعاكسة، والتي جعلت الحركة الصهيونية تعمل على استعادة هذا البريق من خلال الهجرة وإجبار اليهود على القدوم إلى إسرائيل من خلال بعث موجات الرعب مرة أخرى في مختلف دول العالم، لتساعد هذه الأعمال على جذب اليهود إلى إسرائيل من جديد. هذه الممارسات حسب ما جاء في كتاب السيد الرئيس لم تعد تتقبلها دول العالم، بالتالي فقدت الحركة الصهيونية هذا الدافع الذي يحرك مسألة الهجرة اليهودية. إلا أن العامل المحرك في المساعدة على هجرة اليهود حول العالم إلى فلسطين هي الدول الاستعمارية الغربية، التي تعتبر بقاء إسرائيل مصلحة أساسية لها، هذا من خلال ممارسة كافة وسائل الضغط ضد هؤلاء اليهود لإجبارهم على الهجرة إلى فلسطين. الكتاب أورد مثالا حول دعم هذه الدول الأوروبية والغربية مجموعات مسيحية تعتبر صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم. من تلك المجموعات التي ذكرها الكتاب مجموعة الأمريكيون الإنجليون البروتستانت، والذين يقدر عددهم في الولايات المتحدة بنحو 40 مليون شخص. هم باختصار يتبنون فكرة الصهيونية المسيحية، ويعتبرون أن إسرائيل تقوم بدور مساعد
في خروج المسيح المنتظر، كما أنهم أقاموا عددا من الكيبوتسات بانتظار مجيء المسيح. جزء منهم قام بإلقاء المحاضرات الخاصة بتأييد إسرائيل في الخارج، كذلك تجهيز الكثير من الكتب والأفلام الدعائية الداعمة لإسرائيل حول العالم. هذا العامل المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في دعم إسرائيل قد فشل أيضا، لأن أمريكا نفسها تعتبر الدولة الأكثر جذبا لليهود وليس العكس، ويأتي بعدها الدول الأوروبية وكندا وأستراليا. السيد الرئيس دكتور محمود عباس قال في كتابه مطلوب كيرن هايسود عربي: إن العرب هم الوحيدون القادرون على انتشال اليهود من مهاوي الردى التي وضعتهم بها الحركة الصهيونية والإمبريالية العالمية، ذلك لأن الظروف العامة التي يمر بها اليهود سواء في إسرائيل أو خارجها أزاحت الغشاء عن عيون الكثيرين الذين خدعوا بزيف الحركة الصهيونية. حل المشكلة اليهودية يتمثل بالمال الذي سيساهم في تمويل ترحيل هؤلاء اليهود من فلسطين. السؤال الذي طرحه الكاتب السيد الرئيس دكتور محمود عباس في النهاية: بما أن المال متوفر بكثرة لدى العرب، هل يستطيعون استعماله في هذا المكان المناسب؟ هل نحن قادرون على إنشاء صندوق كيرن هايسود عربي؟ سؤال بانتظار الإجابة، سؤال بقلم الرئيس.